ماهر السعيد، ماهر السعيدين من شركة السعيد للتجارة والاستثمار، وكلاء شركة جريت وول. طبعا احنا الوكلاء الوحيدين والحصريين في الأردن لهاي الأصناف، تتضمن اللي هي أصناف سيارات صالون سيدان، سيارات شبابية، سيارات رياضية، وفي عنا اللي هو قسم تاني اللي هو سيارات البيكاب أب، اللي هي سيارات الفور ويل بنزين وديزل. بدي أنقل السؤال لسعادة المدير العام، احكي لي إيش العروض اللي عاملينها جديدة؟ أكيد إحنا عمالنا هلأ بنسعى عشان ندخل السوق للمواطن الأردني يقدر يستفيد من السيارات. راح يكون عندنا عرض على السيارة سي 30 اللي راح تكون 199 دينار مع دفعة أولى حوالي 30% من سعرها، فهذا الإشي عماله بعزز وجودنا مع المواطن ويعرف شو السيارات الصينية. بس حاب أنوه أنه السيارات الصينية هي أول شركة بتصنع بالصين مملوكة للبرايفت سيكتر، للناس العاديين مش للحكومة، وهذا عماله بعطينا ميزة عشان ننجح بسيارتنا ونقدمها بمواصفات أعلى بأسعار أقل. فالأساس هذا ماشيين في الموضوع، وطبعا احنا شاركنا في المعرض هذا تاني معرض مشارك فيه، وان شاء الله راح نعرض الشهر الجاي سيارتنا اللي تميزت في الفوز بباريس دكار، جابت المركز السابع، وهذا بثبت على متانة وصلابة السيارة، لانه هذا من اصعب الراليات في العالم اللي بنتد من باريس لدكار بافريقيا، فجابت مركز سابع احنا فخورين فيها. وعندنا بشهر الجاي كمان مشاركة للهافال اللي هو الجيب 4x4، ان شاء الله يجيب كمان من اول 10 عشان نقدر كمان نثبت للناس شو الامكانية اللي عندنا موجودة. ياسر الكيلاني، مدير المبيعات الوطني في الشركة الوطنية العربية للسيارات وكلاء كيا في المملكة. احنا حبينا نشارك بهذا المعرض كونه نافذة كثير مهمة لنا فيما يتعلق في المبيعات، وبتعطينا اكسبوجر عالي الحقيقة بهذا الصدد. حبينا نشارك بأهم أو غالبية التشكيل الموجودة عنا، طبعا من السيارات المتوسطة الحجم أو صغيرة لغاية الاس يو في. كمان حبينا نبرز بهاي من هاي المنصة سيارات الهايبرد اللي موجودة عنا، اللي هي الاوبتيمال هايبرد، وواحدة طبعا كون الآن كيا دخلت في فئة السيارات الفخمة، في عنا فئة الكورس، واحدة من السيارات الفخمة الموجودة عنا، هاي هي غالبية السيارات الموجودة عنا. وطبعا عاملين تخفيضات للإخوان اللي بيشاركوا معنا النقابيين، ونتمنى أنه سيارات يعني مثل ما حازت على إعجاب الناس طول الفترة هاي كمان تكون منصة كتير منيحة للإخوان النقابيين. أنا اسمي علاء أدويك، أنا المدير التنفيذي لوكالة بيجو مازدا. نحن بصراحة حبينا نشارك في المعرض، تكون فرصة للعالم إنها تشوف سياراتنا تحت السقف الواحد اللي بيجمع كل وكلاء السيارات، فهي بتكون فرصة منيحة إنه يتعرفوا على منتجات البيجو اللي بتوفر يعني رينج واسع من السيارات، ابتداء من السيارات الصغيرة للسيارات الكبيرة. طبعا نحن شاركنا بوكالتين اللي هم سيارات بيجو وسيارات المازدا، وعندنا عروض كثير خاصة بمناسبة المعرض. طبعا بنحب نحكي انه ابو خضر من احدى اكبر الوكالات في الاردن اللي بتضم مجموعة كبيرة من الوكالات السيارات، من ضمنها شفرلي ومن ضمنها اوبل اللي مشاركين احنا في معرض عمان. والسياراتنا طبعا عندنا بتناسب جميع الاذواق، بتبلش عندك من 1000 سي سي ل 6200 سي سي، بتناسب الشباب. عندنا سيارات رياضية زي الكامارو، في عندنا سيارات عائلية ترافرس بتوسع 7 ركاب، وعندنا برضو سيارات حسب طلب هلا سيارات عائلية 7 ركاب مع اقتصادية زي الكابتيفا 2400 سي سي. فاجت من هذا المنطلق اجت مشاركتنا مع باقي الوكالات اللي الموجودة في معرض عمان دولي للسيارات لنلبي احتياجات جميع الأذواق الزبائن. حكم انه تم ترتيب المعرض بالتنسيق مع مجمع النقابات، قمنا احنا في ابو خضر بعمل عرض خاص على جميع السيارات، اللي هو عبارة عن قطع ذهبية على كل سيارة، طبعا بيعتمد على حجم السيارة. اول شيء احنا شركة تجارية صناعية، وكلاء فورد ولينكن وسوزوكي مشاركين بهاي الوكالات في هذا المعرض لحتى نبين البرودكتس موجودة عندنا. وأكثر شيء كان التركيز في هذا المعرض على سيارات فورد والتكنولوجيا اللي عم بيقدموها. طبعا بحب أضيف أول شيء إنه إحنا ماخذين وكالة فورد من 47،
وهلا فود بهاي الفترة مركزين كثير على التكنولوجيا اللي عم بينزلوها مع السيارة، ومن أجدد السيارات في عنا الفورد تورس، فيها كم تكنولوجيا يعني حطت فورد فيها كل التكنولوجيا تقريبا موجودة فيها، نفس الشيء الفورد اكسبلورر 2013 كتير غيروا في الديزاينات، كتير اضافوا تكنولوجيا، هاي الشغلات كلها حبينا نورجيها للناس موجودين تعرف على فورد ومنتجاتها وتكنولوجيا عندها أكثر، بالإضافة للأكتيفيشن اللي عملناه من إنه حطينا في عنا سيميليتر بحاكي السيارات الموجودة عنا، فبيقدر الواحد يجربها يحس على الواقع إيش سياراتنا، وبيقدر طبعا أي واحد يقدر يتفاعل مع سياراتنا يدخل يجرب السيارة يعرف عنها أكثر. أول شيء إحنا الشركة المركزية التجارة والمركبات، وكلاء تويوتا واللكسس والهينو. سبب مشاركتنا بالمعرض أول شيء نفرج الناس إنه المعرض إيش في عنا سيارات جديدة، موديلات جديدة، إيش في عنا تكنولوجيا جديدة بالسيارات بحد الذكر، يعني عم نحكي على الهايبريد، ونفرج الناس كمان برضو بالنسبة للعروض الموجودة عنا حاليا. عنا أسعار نزلت وأسعار صارت كثير منطقية وكثير مقبولة، هذا كله بخصوص نقابة المهندسين، عرض خاص لنقابة المهندسين. احنا مؤسسة الوحدة للتجارة وكلاء هيونداي بالأردن، بسبب المشاركة بالمعرض حابين نتواصل مع المجتمع الخارجي، مع المجتمع الأردني، نعرض سياراتنا، نفرجيهم السيارات تبعونا، نكون أقرب معهم. الحفل أو المعمول المعرض لكل البراندز الموجودة في البلد، فاحنا واحدة من البراندز الموجودة لازم نكون موجودين بينهم، بنمثل أعلى مبيعات بالسوق، فأكيد لازم نكون كشركة ريادية موجودين. عاملين أوفرات إشي؟ يس، عاملين أوفرات على الميد سايز وعلى السازات الكبيرة، عاملين خصومات خاصة لمعرض عمان بس عاملين. أنا عمار حجاوي من مجموعة الحجاوي، عندنا سوبارو وبي واي دي وفوتون وكينج لونج، وعندنا أوفرات كتيرة للسنة وعندنا خصومات، فسوبارو جاي بشكل جديد زي ما أنتم شايفين بأشكال جديدة مختلفة عن قبل، زائد أنه السوبارو صارت بشكل جديد، وزائد عندنا الإكس في والبي آر زد، فهي بتحتل عنا هلا أوفرات على السيرفيس والترخيص وهيك لخمس سنين بخمس أوفرات سيرفيسز، وهذا بأهل، وعنا أوفرات من هلا ولا بعد البداية السنة، فهذا رح يأسس عنا تشكيلة هائلة من السيارات.